بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة شباب. لا يخفى على أحد أن العقل السليم في الجسم السليم، وأن للرياضة فوائد جسدية وروحية لا تعد ولا تحصى، فهي التي تمنحنا الرشاقة، الصحة والعافية، وهي التي كذلك تقي شبابنا من مخاطر عديدة أبرزها التدخين، المخدرات، الانحراف وغيرها من الأمور السيئة. فكيف أصبحت الرياضة اليوم في بلادنا يا ترى؟ وهل نحن مجتمع أو وسط نشجع على ممارسة الرياضة؟ ووسط غياب المرافق والتأطير، كيف يمكن للشاب أن يمارس رياضته المفضلة؟ وما هي الحلول والآفاق لنصنع شابا رياضيا ناجحا؟ عن الشباب والرياضة سيكون حديثنا اليوم في برنامج ساعة شباب، فرجاء ابقوا معنا. كاين دي سبور واحد اخرين، كاين دي ديسيبلين واحد اخرين، كاين دي زار مارسيو، كاين دي كاين لا بوكس لي ابوندوناوها، كاين ابوندوناوها، كاين دي سبور، كاين مام ركبيني ما كاش بزاف في البلاد. من انا شخصيا نمارس الرياضة تقريبا يوميا، كرة القدم وشوية جدري مع الصباح، شوية فوتينغ وصافي. أنا شغل تربينا كرة القدم، شغل من صغرنا نلعبوها، هذيك هي نلعبوها غير هي، ما عندناش ثقافة عليهم باغيزوم تينيس ولا حاجة، هذا ما كان. نضنا لقينا كرة قدم كملنا فيها. أنا أتليتيزم، أنا عندي ألعاب القوى، سباحة، درت 10 ans de volley. الاتليتيزم باسكت. المصارعه. سي فوتبول. الفوتبول بيسكو هو لي بلي براتيك برا، تقدر تلعبه نامبورت برا. ولي زوتر سبور لازم تكوني دون زان كلوب ولا في كفشه عفشه اخرى. كيف كاين كرة القدم كما كامل الجزائريين، وكاين كرة الطائرة. إذن عن الرياضة والشباب سنتحدث اليوم في حلقة ساعة شباب، وسعيدة أن يحضر هنا معي بالاستوديو لفتح ملف اليوم الأستاذ يحيى باكيلي، مختص في التنمية البشرية. أستاذ أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك على قناة القرآن الكريم. شكرا. أهلا وسهلا بك. ونحن نتناول اليوم موضوع الرياضة، لابد أن يكون ضيف من ضيوفنا رياضي، ونسعد جدا اليوم أن نستقبل من يرافقنا في أكبر المناسبات الرياضية، الرياضي الإعلامي الرياضي البشوش جدا والمحبوب عبر الكاميرا. رحبوا معي بالإعلامي الرياضي محمد جمال. اهلا وسهلا جمال. اهلا وسهلا، كيف الحال؟ الله يخليك. شكرا. بخير. جزيلا. انا بخير الحمد لله. الحمد وانتم لله. بخير؟ بالف خير. شكرا على الاستضافه. مع هذا الطاقم الجميل جدا وهذا الجمهور الاكثر من رائع، نحن رائع بخير جدا. شكرا، مشكورين على الاستضافه اللطيفه والطيبه. برنامج هذا من لطفكم. برنامجنا اليوم لن يكون رياضي، لن يكون تعليق، ولن يكون هناك هدف، وللاسف لا. هدف لا. سنحاول لا. ان نتقرب اكثر من الشباب، وان نتعرف على طموحات الشباب في الرياضه، وهو كذلك. اهلا وسهلا، وتحيه للشباب. اهلا وسهلا بك محمد جمال. شكرا. اذن مشاهدينا، من المعروف ان الرياضه فوائدها عديده، فالرياضه هي التي تمنح جسم الانسان الرشاقه، الصحه، العافيه، وكما يقال العقل السليم في الجسم السليم. لكن لا يخفى على احد بان الرياضه كذلك دواء للافات الاجتماعيه، كيف لا، وان الشاب الذي يمارس الرياضه طبيعيا سيبتعد عن التدخين، المخدرات، الانحراف وغيرها من الامور. ايمان اكسيل والتفاصيل. كما قال لك رياضة يبدأ إنسان، مش يبدأها في الكبر، يبدأها من صغره يطلع بها، وكما نقول لك الجسم السليم في العقل السليم. أداة من أدوات اللي يستعملها الشباب للهروب من الآفات الاجتماعية، ونظن بلي تبعدوا على المشاكل اللي راها تحدث في الشوارع، وال كما رانا نشوفوا في الاحياء. نعم، تزيد على ذلك تتعرفوا باصدقاء يعودوا ملاح، خاطرش نظن باللي اللي راه نمارسوا في الرياضه احتمال كبير يعودوا بعاد على المشاكل هذه اللي رانا نشوفوا فيها. بيان سير، واحد كيكون فارغ شغل يلتهى بحاجه واحده اخرى ما يلتهاش، بصح كي تكون الرياضه راه يجوز وقته في الرياضه، يجوز حاجه واحده اخرى، والرياضه مليحه.
واحد كيكون قاعد ما عنده ما يدير يلعب افات اجتماعيه هذو. والشباب كيما يلقاش وين باش يتلاها يروح يمارس سبور باش يبتعد على الافات الاجتماعيه. طبعا هذا تسمى يعني لي زونترينمون و و و يعني يخليو الشاب ينعزل مثلا على المجتمع الانحراف. تسمى تكون عنده الشاب يعني قدره جسديه وكسيتيرا وهناك طاقه بما ان يعني الرياضه تخليه يعني انسان معتدل ما ينحرفش انسان معناه يكون العقل تاعو يعني خالي من الشوائب. الرياضه تساعد على تنميه الاخلاق وعلى استثمار الوقت. انا واحد نامن بها باسكو انا وقتي بيان سير نجوزو كي نكون مريح قرايه ما كاش قرايه راني من داك سبور فوتبول مع ولاد حوم هكذا تسمى ما درناش حاجات واحد اخرين. كاين بزاف مثل الجريمه مثل الابتعاد عن المخدرات حوايج بزاف كاين التدخين كاين بزاف باش الواحد يتجنب هذو المشاكل باش يمارس رياضه معينه. ممارسة الرياضة قد تقيك عزيزي الشاب من الأفات الاجتماعية. أستاذ يحيى باكيلي، يعني من المعروف أن للرياضة فوائد عديدة سواء جسدية أو روحية، لو نسلط الضوء مع بداية هذه الحلقة عن الفوائد الروحية، ماذا تقينا الرياضة من مشاكل داخل الشارع؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. العلاقة حتى نفهم العلاقة بين الرياضة وعلاش الرياضة تقي الرياضي من الآفات الاجتماعية، وإن كان طبعا هذا الكلام يبقى دائما فيه واحد النسبية، ماشي دائما صحيح مليار بالمئة ومئة بالمئة، بالدليل الفضيحة اللي صارت مؤخرا مع المنتخب المكسيكي، 8 طلعوا أوت بسبب فضيحة أخلاقية، فغير معقول، ولكن هذه حالات استثنائية. الأصل أنه الإنسان لما يمارس رياضة يكون فاكسيني، يعني عنده وقاية ضد الأشياء هذه. علاش؟ السبب وشنو هو؟ هو هذه الآفات الاجتماعية هذه تاع الانحرافات الأخلاقية والتدخين والمخدرات، هي ماذا؟ هي حالة تعبير عن بعض الأشياء، مثلا الفراغ، حالة فراغ. هو إنسان لما يدخن ولا يعمل مخدرات ولا أشياء هذا، هو يعبر إما عن أنه عنده حالة فراغ أو فراغ روحي وفراغ عقلي إلى آخره، أو عنده رغبة في الانتقام من الأوضاع، أو رغبة يعني تعبير عن اليأس. فلما ييأس ولا يحب ينتقم كذا فلا يجد آليات للتعبير فيلجأ إلى هذه الأشياء. الرياضة الجميل في الرياضة أنها تمنح آليات التعبير، يعني الإنسان لما ما يسمش آليات التعبير واش يصير له؟ يصير له الكبت، ولما يصير له الكبت يكون ضحية، يكون سهل فريسة سهلة لهذه الأشياء. الآن اللي يمارس الرياضة صعب انه يكون فريسه لهذه الاشياء. علاش؟ لانه الرياضه تعطي له، خاصه اذا كان مأطر احترافيه وكذا، تعطي له وكان نادي الى اخره، فتعطي له مساحه انه يعبر. يعني اصلا هو لا يشتغل في هو تمنح له الرواق تاع الامل. تفتح له رواق امل، يفتح ملف تاع امل وتعبير وتواصل، فما يجيش الوقت اللي يمارس هذه الاشياء هذه. والله أعلم. خلاصة القول أستاذ يحيى بأنه الرياضة تقينا من الآفات الاجتماعية. نعم. عموما نعم. يعني نعم، إذا تمت ممارستها باحتراف وبقواعد وبانتظام. عندما نشاهد محمد جمال على شاشة التلفزيون الجزائري نعلم أن هناك موعد رياضي حاسم في انتظار المنتخب الوطني. نعم. الإعلامي الرياضي محمد جمال رياضي في حياته اليومية؟ نعم طبعا، كنت رياضيا كثيرا وجدا، حتى أنني مارست الرياضة على مستوى عالي، ولعبتي هي كرة القدم لأنني أميل كذلك، وتخصصي هو كرة القدم في الإعلام كمعلق وكصحفي في التلفزيون الجزائري، هذا شرفني، حتى أنني كدت أن أكون لاعبا في واحد من النوادي المعروفة، ولكن بسبب الدراسة يعني كان علي أن أختار، يا إما أن أكون رياضي لاعبا أو إما أن أكون نعم، فأخسرت طبعا الدراسة، وطبعا أنت تعرفي أن الوالدين يلعبوا دور كبير في هذا المجال، يعني يقبلوك أنك تكون مثقف وشيء يعني إطار أحسن، لأنه خاصة في زمني الأمر لم يكن كما هو الحال اليوم بخصوص الرياضة وكرة القدم عندما أتحدث عن هذا الجانب، فهذا الجانب الآن أصبح يعطي أو يمنح قيمة معنوية، قيمة نفسية اجتماعية مهنية للعب أو للرياضي على مختلف المستويات. الآن بعد الإنجاز الكبير مثلا للمنتخب الجزائري للوصول إلى العالمية وكأس أمم إفريقيا الأخيرتين في سنة 2010، الكثير من الآباء والأمهات
يطلبون المساعدة مثلا من الصحفيين أو من المعنيين بالأمر من الأطراف التي تشتغل وهي معروفة في الوسط الرياضي، أنهم يساعدوا أطفالهم وأولادهم بالوصول إلى بعض المراكز. ما معنى هذا؟ معنى أنه هناك قبول جدا للأباء والأمهات من أجل الوصول بأبنائهم إلى مرتبة عالية، كما هو الحال بالنسبة للنجوم اليوم. وحتى نلمس اليوم أن هناك ثقافة ممارسة رياضة أصبحت يعني تظهر لدى الأسر الجزائرية. نجد أنه مثلا الوالدين كل عطلة نهاية أسبوع يأخذ ابنه مثلا للسباحة أو للركض أو للمشي وما إلى ذلك. أعلم أنك مرتبط بالعمل، مع حياتك العملية تمارس رياضة يومية؟ نعم، أمارس أحيانا يعني مرتين في الأسبوع، وطبعا أمارس الكرة، ألعب مع الزملاء الصحفيين. عندنا فريق لزملاء صحفيين في التلفزيون، نلعب معهم احيانا مباريات في كرة القدم. يسجل محمد جمال ولا ما يسجل؟ صحيح، احيانا يسجل لاني انا قلب هجوم حقيقي، احيانا نسجل عندما تكون هناك فرص وكرات، واحيانا لا اسجل في غياب الكرات والفرص. دائما نعاني من الهجوم، قلب الهجوم اليوم في برنامج ساعة شباب. محمد جمال، دعوني امر الى الشباب من هناك. نتعرف عليك اخي لو سمحت. نجيب، اهلا وسهلا نجيب. نجيب بصراحه تمارس الرياضه؟ مارس الرياضه. اي رياضات تمارس؟ كل شيء، كي نعود نقرا ولا نخرج الربعة الخمسة راه ندير فوتينغ، نجي ندوش، راه ندخل الدار نتعشى ناكل ماكله هكذا، بعد راه نقرا قرايتي ونرقد. عندما تمارس الرياضه تجد بانه جسمك يعني مفعم بالنشاط والحيويه؟ حاجه باينه، كي تعود عندك لا شارج لازم تجري ولا دير فوتينغ، دير اي سبور باش دي شارج. نمر الى راي اخر. اخي السلام عليكم. سلام. نتعرف عليك. شمس الدين. اهلا وسهلا شمس الدين. شمس الدين، كم ساعه في اليوم او في الاسبوع تمارس الرياضه؟ على الحق صراحه نريد الصراحه شمس. لا مس بكل صراحه في لا فان جورني زعما ندير كل خميس ولا كل بالسبت. نعم. ما نقرا، نروح ندير رياضه مع زملائي. نتمنى لك التوفيق شمس الدين. شكرا جزيلا لك. استاذ يحيى، اهلا. رياضه الكوانكيدو سمعت عنها من قبل؟ والله اول مره نسمع بها الان في هذا البلاطو. جمال سمعت عن الكوانكيدو؟ يعني معرفة بسيطة جدا لهذه الرياضة. ما رأيكم أن نتعرف سوية على الكوانكيدو في كاميرا برنامج ساعة شباب برفقة الزميلة إيمان أكسيل لنشاهد. رياضة كوانكيدو دخلت جديدة بالنسبة للجزائر، دخلت في عام 2005 الجزائر. معنى رياضة كوانكيدو هذه منهاج طاقة الحية. كوانكيدو رياضة جميلة عجبتني، عيد شجعوني أصدقائي والدي ندخل عليها الرياضة. هذا خالد أصغر تلميذ عندي، تحصل على شهادة سيزيا. التحقت بهذه الرياضة من خلال الجار تاعي وهو الشيخ تاعي في الصالة. التحقت بها لأنها عجبتني وفيها طرق كثيرة للقتال، وفيها تربي النفوس وتنمي العقول. والله هذا ماشي باش يحقر به الغاشي ولا تما، عنده كل واحد وسمو الضمير تاعو، كل واحد وين راه يحوس يوصل. كاين اللي بالك يحوس يوصل غير اون طرين، كاين اللي يحوس يقول لي شامبيون دو موند، كاين كل واحد كاين يحوس يدور في يحب يتبع السبور هذا باش تما يشوف البلدان. بعد ساعات العمل كنت أذهب إلى رياضة كرة القدم. بعد فترة انخرطت في فريق تاع كيشان طاجوتو فنون قتالية أيضا.
بعد مدة تعرفت على المدرب هذا اللي يدرب فينا وحكى لي على هذه الرياضة عجبتني مليحة. بعد مدة دخلت عنده الصالة وشفت كيفاش مدريني وكيفاش التدريب تاعهم وكيفاش الرياضة عجبتني واقتنعت بها. دخلت بعد وليت انخرطت معه وليت انا دوك ندرب يعني فيها كلش شغل فيزيك مو مورال مو تريحي فيها فيها كاع الفنون القتالية الدفاع عن النفس تنمية العقل راحة البال مام شغل كي ديري رياضة كما نقولوا سيونس تاع سبور اوندرين باك شغل كي تكملي تولي تبقيت سنة غير في سيونس دوزيام وقتاش تلحق تراهي اوندرين سي تفرت فترة ما درت فيها اي رياضة حسيت راهي شغل المالا لازم شاركت في كومبات عندي شامبيون دالجيري دو فوا بروميير شامبيون دالجيري دو فوا وعندي وحده دوزيام بلاس شامبيون دو موند في المغرب ومازال عندنا العام الجاي ان شاء الله عندنا بطوله في فيتنام ان شاء الله بلي بارك لو الواد تما يدي بالكلوب تاعو الفيتنام هو مازال ما قادش 48 ولايه رانا شغل نتبعو في غلب شويه حتى نسمى ان شاء الله نحاولوا ننتشروا السبور هذايا نوصلوا الرساله تاعنا هذيك كما نقولوا جاءوا لبرنامج ساعة شباب أكبر تحية لكم. قبل أن أنتقل إلى كل هؤلاء الشباب أذهب إلى زميلة إيمان أكسيل. ما معنى كوانكيدو؟ السلام عليكم. كوانكيدو هو منهاج الطاقة الحية، هما اللي يعرفوني عليه. منهاج الطاقة الحية. منهاج الطاقة الحية. وهذه الرياضة هدية رحنا ليها خاصة على أنها رياضة موجودة عبر دور الشباب في تقريبا جميع الأحياء. شفنا رياضات اللي منتشرة في الأحياء خاصة اللي تبعد الشباب عن ظواهر المخدرات والتدخين والآفات الأخرى. اخترنا هذه الرياضة لأنها جديدة في الجزائر ولأنها أيضا اهتم بها الشباب عجباته. خاصة شفتي في روبورتاج شفناهم من صغار السن حتى الكبار. دعينا نمر لهؤلاء الشباب لنرى إذا لماذا التحقوا برياضة الكوانكيدو. في الكواليس كان يصحح لي، أنا كنت أقول كوانجيدو يقول لي لا كوانكيدو. كوانكيدو، متى التحقت بها سيدي؟ السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. كوانكيدو يعني كنت أنا طالب جامعي يعني أنا من طائفة المدخنين أولا. بعد ما اكتشفت يعني قدام الشيخ يعني العظيم الشيخ الاخضر يعني ما مر زمان هكذا ونقعدوا في قعده هكذا في قهوه نصرو هكذا، قال لي شو كان ديش سبور هدايا باكي يعاونك تنحي الدخان باك ترتاح مورالمون باك هكذا. قال لي ما نكذبش عليك، قاعد نشوف هكذا شغل هذيك تاع الدخان ديجا عندي بريود معاه. ومن بعد قعدنا نغزر هكذا، قلت معليش روح نسي انسيونس ونشوف. بعدها رحت شفت انسيونس هكذا وليت ما نستغناش عليه. وتوقفت عن التدخين؟ أنا أكبر تحية لك، يعني بفضل الرياضة يتخلى عن التدخين. نمر إلى المدرب، أهلا وسهلا بك. مرحبا. الفوائد التي تقدمها رياضة الكوانكيدو للشباب، يعني الفوائد سواء النفسية أو الصحية. نمر ربما إلى شخص آخر، إلى لاعب آخر من هنا. نمر من هنا إلى لاعبين الشباب صغار في السن الحاضرين معنا. أمر إلى أصغر، أهلا وسهلا. مرحبا. نتعرف عليك. أمين. كم تبلغ من العمر؟ 16 سنة. ما شاء الله 16 سنة. متى التحقت بهذه الرياضة؟ من بداية مع الشيخ تاعنا في الصالة. تعرفت بواحد زميل قال لي روح تشوف معنا هذا الأسبوع. نعم. رحت وتعلمت، دخلنا وتعلمنا. وشو الفوائد اللي ديتها من هذا الرياضة؟ هي وقت فارغ هذيك ما نستغناش عليها، نروح ندير في الصاله سبور مع الشيخ خير مقعد انا في الشارع، خاش تعلم فوائد ماشي ملاح. سبور تعلم فوائد ملاح.
جميل، نتمنى لك التوفيق وتحية لي المدرب يحب يعني الأفعال لا يحب مطلقا الأقوال. محمد جمال، عندما نتحدث عن مثل هذه الرياضات وكيف أقلع الأخ من هناك على التدخين بفضل الرياضة، نتساءل أين هو الإعلام الرياضي؟ يعني هل الإعلام الرياضي فقط تصفيات ومنتخب وبطولات، أم من واجب الإعلام الرياضي أن يسلط الضوء على مثل هذه الرياضات، أن يحث الشباب كذلك على ممارسة الرياضة؟ تماما، في الحقيقة هو دور آخر إلى جانب الأدوار الأخرى التي ممكن أن يؤديها الإعلام الرياضي. المدرب نحييه مرتين، أولا لأنه هو المدرب، ثاني لأنه أقنع بعض الناس وبعض الممارسين أنهم يمارسوا هذه الرياضة، وأكثر من ذلك أنه يقلع عن آفة خطيرة هي التدخين، وأنت والجميع يعرف يعني آفة التدخين وما تسببه من أمراض مزمنة قد تؤدي أحيانا أستاذ إلى الموت يعني. ولكن بالنسبة للإعلام الرياضي أعتقد أننا نتواجد من هذه الناحية، من حيث التغطيات الإعلامية موجود، ولكن أيضا من حيث إظهار بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بالرياضة بالنسبة لرياضات ربما حديثة غير معروفة كثيرا على الساحة الرياضية فهي موجودة. ونحن في القسم الرياضي للتلفزيون الجزائري أعتقد أننا هناك متخصصين في الرياضات القتالية، زملاء متخصصين في الرياضات القتالية، وهم يبحثون دائما عن الجديد وعن رياضات أخرى جديدة من أجل تغطية هذه الرياضة وكذلك إظهار هذه الرياضة للجمهور الذي لا يعرف هذه الرياضة، هو واجبنا في الحقيقة. نعم أستاذ يحيى، يعني الشباب ما شاء الله قوة كامنة، كيف يمكن أن نفجر هذه القوة في ممارسة الرياضة، في تحقيق بطولات والحصول على ميداليات، وليس في تدمير هذه الطاقة في التدخين والمخدرات والأفات الاجتماعية؟ نعم الحق، هذه سؤال مهم جدا. يعني الرياضة فعلا ممكن تكون مناسبة أنه الشاب أنه يفجر طاقات، يكون عنده طاقات وهو جاهلها. كان بزاف ناس عايشين في الدنيا هذه ممكن يموت، ممكن يعيش 60 عام 70 سنة ويموت وما يعرفش ويدي معاه السر أنه كانت عنده مواهب وطاقات رائعة، لم يجد في المجتمع شكون اللي يخرج له هذه الطاقات مناسبة أنه يخرجها. يعني الإنسان الملاحظ، أنا ما أنا متخصص في الرياضة ولكن أتابع الآن الرياضة ظاهرة سوسيولوجية شئنا ما بين جات مع العلماء، فأنا أتابع باهتمام دقيق هذا الأمر هذايا، فهني لاحظ بزاف أشياء نماذج ناجحين في المجال هذايا، ناس صنعوا اسم في السوق كبيره كما قال نجوم يعني. ايه لحقوا النجوميه، لحقوا لي صناعه الثروه اللي ما تتصوريهاش سيدة إيمان بسبب الرياضه. وكاين ايضا اكثر من هذا، الناس قدروا يلحقوا رساله، وهذا الكلام قالوا الشاب دوكا في الروبورتاج اخر كلمه قالها خطيره لو كان ننتبهوا، قال انه امنيتي اني ننشر هذا الرياضه وننشر رسالتي. سؤالي تجاه واش تقصد برسالتك؟ فهذه تلاقي شاب جزائري يقول عندي ننشر الرساله نتاعنا، هذا كلام جميل بزاف. فمعنى هذا الشاب عنده رساله بصح، ربما لو كان في مجال اخر ربما ما تعطالوش الفرصه انه يبلغ هذه الرساله هذه. فيعني لازم نفهم انه شخصيه الرياضه الان، خاصه ان ناكد ونقول الرياضه المحترفه يعني اللي تتلعب بقواعد، اللي تتمارس يعني بقواعد وادب ونظام ونادي وكذا، ماشي فوضى، نهضر على هذه تقدر ماشي غير تفجر الطاقات، تقدر تنمي الشخصيه تاع الانسان. أستاذ يحيى، حتى يعني لا نخصص الحديث عن الرياضة المحترفة، حدثونا اليوم عن الرياضة المحترفة وعن الرياضة بصفة عامة. معليش. لدى الغرب جمال تجد ثقافة المشي، ثقافة الركض صباحا، تجد المرأة الرجل البنت الولد، لدينا نحن هنا كمجتمع كأننا لازلنا بعيدين عن هذه الثقافة، لماذا لازلت ثقافة ممارسة الرياضة غائبة عنا اليوم؟ في الأصل نعم هي ثقافة، أولا يجب أن نتعلم مثل هذه الأشياء يعني في الصغر، ليس فقط عندما الإنسان يكبر أو أنه يدفع إلى ممارسة الرياضة، ولكن أعتقد عموما أو إجمالا أنه هناك بعض الأشياء المسببات التي تحول دون ذلك هي موجودة، ولكن بنسبة معينة ليست بنسبة عالية. تتمنى مثلا أن تشاهد كل مثلا يوم جمعة أو يوم سبت العائلة كلها وهي تركض في ولكن أحيانا هو غياب المساحات لممارسة هذه الرياضة، مثلا المساحات موجودة ولكن المرافق أيضا موجودة ولكن ليست كافية لمثل هذه الممارسة هذه الرياضة. مثلا تمارس مثل هذه الأشياء في ظروف سهلة، أحيانا ظروف صعبة،
احيانا التنقل صعب، احيانا العوده صعب، احيانا ربما اشياء اخرى مرتبطه بتنظيم اليومي، بتنظيم العمل، بتنظيم الحياه اليوميه، الضغوطات اليوميه التي متزايده على الناس تمنع هذه الممارسه او الانتظام على الممارسه. ولكن اعتقد انه يجب او حان الوقت اننا نعمل من اجل الوصول الى هذه الممارسه المنتظمه للمجتمع، لاني صدقني زميلتي حليمه لو باستطاعتنا ان نخلق مجتمع رياضي، وهذا المجتمع الرياضي باستطاعته ان يرقى بالمجتمع الى اعلى مستويات الفكر والصحه والعافيه وما الى ذلك من الامور الايجابيه. فالمطلوب هو عمل الجميع، هو كل الاطراف المعنيه بهذه الحاله عليها ان تشتغل على هذا الموضوع وان تشجع الاطفال والنساء والرجال والناس يعني على ممارسه الرياضه. مهم جدا، هي صحة، هي عقل سليم، هي شخصية، هي رشاقة، هي تفاعل جميل، هي أداء جميل. صدقني الإنسان الرياضي عندما يتكلم معك تعرف أنه رياضي، لأنه في ذاته هو يعني عنده صحة نفسيته راقية، حيوية ديناميكية. حتى في المنافسات الكبيرة تجد مثلا أنه يتدرب على الضغوطات، يتخلص من الضغوطات ويلعب بنفسية عالية. فهذا أمر جميل. سنواصل هذا الحديث الشيق عن الرياضة وكيف يمكن لنا أن نغرس حب الرياضة في نفوس الشباب، لكن قبل ذلك جمال، عندك ميولات في المسرح؟ نعم، صراحة كنت كشافا شابا طفلا صغيرا، كنت أمارس المسرح. نكتشف اليوم أسرار جمال. نعم، وكنت أيضا مولوعا بالمسرح، حتى أنني عندما كنت طالبا في الجامعة كنت أتردد على المسرح والسينما. برنامج ساعة شباب يقترح في كل حلقة عرض مسرحي يسلط الضوء على الموضوع من الجانب الفني. دعنا نستقبل الفرقة المتميزة لدينا، الفرقة التي حضرت من مدينة الزيتون، مدينة سيج. عليلو وزملائه ماذا يحملون لنا اليوم؟ تفضلوا. او يا هادي كي دير عبد القا خويا ميلود سي ميلود ماشي كيما خويا انت، راه قضبها انت قلبها غير دخان دخان قهري. ميلود سبور ماشي كيما خويا شتو اني نعيا بالخف عبد القا راك تعيا؟ واه صلي على النبي ميلود صلى الله عليه وسلم. مي كنت نقول لك ارواح تروح دير معايا فوتينغ، شكون تقول لي؟ غادي خلينا من الفوتينغ، انا غير قهاوي. شت قهاوي؟ هيا قعد في القهاوي ودي عبد القا خويا. يا نشير صغير يا ني فوتي. انا جارنا نقله كان صغير راه هاك. انا نقول لك راهي تنرفا مني باش كندير لها انا صح. شتو هذاك سبور ميلود؟ الدخان بزاف عبد القا، نينك من الدخان بزاف. قلت لك تجي تجري معايا ديكاجي شويه الدخان، انت ما عجبكش الجري. هيا ويت راني باغي نبدا، راني باغي سبور، راني باغي نحبس الدخان. غادي نقلبها خدمه وسبور. تبدا معايا ديجا عندي فوتينغ دروك دروك نقلو. هيا بسم الله. هيا روح. هاي يا حوجي شداني الحمام كون قاسو عليا عيب بدون ما قعد في داري. مالك جاري؟ يا جاري على بالك جاري اللي نشوف فيك راك وين ما تطلع نسكنوا في السانكيان في رهبه، وسمعت هضره قالوا بلي باغي تبيع لابارتمون تاعك على خاطرك تاعيا، قالوا لي الدرج راه معينك. هادوك ماشي الدرج، مازال ما تعرف هذاك شوالا راه معيك شوالا. شوف جاري، انت ملي كنت صغير تالي كبرت قلعت ديريكت، انت ما درت لا سبور لا راك مسودي. على بالك بلي سبور راني مسودي؟ ماشي راك مسودي، تاعك راك داير على بالك بلي الرياضه هي كلش. انا علاه راني نطلع للسانكيام راني نطلع كالزعتر يون يون يون. شتك على بالك انا في دولي واحد دومونداوني في اوروبا باش نخدم اسونسور نطلع وحدي يون يون. واه عاف علاه؟ خاص من الصغر من الصغر الرياضه. شو الله يبارك، شو طوله 1.90 معمر وراني نخدم. صح قول لي انا علاه راني نعيا؟ ها انت راك تعيا على خاطر قلت لك انت ماراكش لهي بصحتك، انت ماراكش باغي تستحفظ بروحك. على ما هذيك العمامه لاك دايرها على ما تصنعهاش كورده وتخدم. ها هذيك العمامه لاك دايرها على ما تبداش بها دير كورده وتخدم. هيا صاي تهبط نقلع عمامتي انا. شوف الحاج تسعفني جاري، انا والله ماني باغي عليك. شوف ما كانش هذه سبور للصغير والكبير، تنجم دير سبور، انت راك كبير كيما راك وتنجم تعاود تبدا من جديد. على ما تعاودش وتبدا معايا سبور من اليوم؟ راك غايدني يا جاري. هيا شا قلت؟
نجري معاك ولا تجري معايا فوتي كل يوم نجرو غير كل يوم نجرو غير تحس بالصحة تحمد ربي على الصحة اللي عطاها لك هاد الصحة ما تهرسهاش أنا نقول أيه. شعدي ندير واه الجمعة اللي فاتت واه شفت في التلفزيون ديك الحصة راهم يديروها تاع سعد تاع الشباب الشباب مالها وشفت وحدين تماك واحد الشجرة صغار واه يطيروا واه الناس يطير يسموه الله أعلم ما كواكيدو ولا كيسموه واه هذيك كواكيدو هذيك يا أنا نروح ندير كواكيدو ونطير طارو نطير معاه هيا نروح نطيروا يا كواكيدو يا أكبر تحية للفرقة المسرحية ضحكتنا صراحة هذه يسموها الواحد كي يكون قوي في المسرح يسموه ذكاء لغوي وجستمون رياضة بالمناسبة رياضة تنمي هذا الأمر على عكس ما يعتقد البعض يعني رياضة على بالك علميا كاين على الأقل 10 ذكاءات الإنسان عنده 10 ذكاءات طبعا كاين اللي ينميها وبعد تروح تصبح عبقرية كاين اللي مسكين تموت البيئة ما تشجعوش إلى آخره إلى آخره المهم فتندفن 10 ذكاءات من بين 10 ذكاءات كاين ربعه حسيتها بمجهود متواضع كاين ربعه رياضه تشتغل فيهم مليح عندك الذكاء الحركي على راسها الذكاء الحركي بين كما كان يقول الاخ محمد جمال الخفه هذيك والمرونه وكذا الديناميكيه والرشاقه ومن بعد كاين الذكاء الذاتي والذكاء الاجتماعي والذكاء اللغوي الذكاء الحركي خلاص شفناه والذكاء الذاتي المقصود انه الانسان يكون عنده ثقه في روحه تخيل انت يا فريق كامل يستنى في شخص انه يسجل له هدف النف هذاك الناين هذاك يسجل هدف يعني والناس العالم قاعد يصف يعني العالم يعني الناس اللي في الانصار يستقلوا التصفيقات والاهازيج هذيك هلاكي تتخيلي واش تعزز الثقه في الذات نعم شايفه ولما ايضا يتلقى مثلا بالناس سواء في الشارع او المعجبين مثال ولا الاعلام يتكلم هذه يسوق لذاته يسوق يدير بوبليسيتي يسوق يتعلم ماركتينغ لذاته كاين بزاف ناس ضعاف هذا الامر ما يعرفش يسوق لذاته وكاين ايضا الذكاء الذاتي هذه واش يزيدها الدفاع عن الذات الرياضه هذه القتال او غالبيه الرياضات القتاليه هي يقول لك باش يدافع الانسان يدافع على روحه الانسان لما يحمل رياضه مهاره كيما هذه هو على طول حاسب اللي عنده اداه اللي تمكنه انه يدافع على روحه هذا واش يصرالو يصرالو تقدير ذات احساس بثقه بنفسه ممكن تساليهم تساليهم فيما بعد شوفي تاكدي من هذا الامر دعنا نسالهم يعني مباشره دعنا نسال يعني الشباب اين هو الميكروفون تفضل استاذ تفضلوا تفضلوا الميكروفون رجاء هذا واضح انه عنده الله يبارك تقدير ذات قويه عنده طبعا لا يعني انه الاخرين ما عندهم اكيد عندهم فقط عنده الذكاء اللغوي الذكاء يعني هذه الذكاء اللغوي ايضا كاين الناس اللي تتعطى لهم الفرصه كاين وهذه مليحه في الحصه تاعك هذه نعم انك تعطي فرصه للناس تتكلم ويعبر في البدايه جاي صعب وهذه هي هدف الحصه من هو عبد النور تفضل. هنا عبد النور تكلم عبد النور تفضل احكي احكي بك. تفضل عبد النور احكي تكلم واش حسيت فايده الرياضه هذه واش عطاتك في الشخصيه تاعك يعني امور في شخصيتك ما كانتش قبل ما تبدا الكونكيدو وبفضل الكونكيدو كانت في شخصيتك اعطينا مثال اولا كي تكون تمشي في الطريق عندك ثقه في النفس شايف؟ راحه في البال صحيح صح صحيح فعلا سيرتو في عين النعجه اخويا سيرتو طبعا نحبوهم ناس عين النعجه ولكن يعني صحيح يمد الثقه في النفس فهذه مهمة في زماننا هذه اختي امين مهم بزاف هذا الامر نعم استاذ يحيى يعني معروف انه الرياضة لها فوائد ولها يعني فوائد جمة سواء صحية او نفسية لكن انا اعتقد محمد جمال يعني لانه الشاب اليوم عندما يكون صغير للاهل يشجع الطفل على ممارسة الرياضة غياب الرياضة المدرسية وللأسف في بعض الأحيان وأيضا عدم اهتمام المجتمع بالرياضة كل هذه الأمور قد تدع الشاب يبتعد عن الرياضة ولا يفكر فيها مطلقا أليس كذلك؟ تماما صحيح كل هذه الأشياء مجتمعة تؤدي حتما إلى أن الإنسان يعني لا يمارس أو أنه يبتعد أو أن الطفل أو الشاب الذي يريد أن يمارس لا يمارس للأسف مثل هذه الأشياء من المفروض أنها تكون بعيدة وأن نتخلص من هذه الأشياء التي لا تشجع بالعكس يجب أو من المفروض أننا نبحث عن الأشياء المشجعة لممارسة الرياضة وهذا نتحدث في هذا الجانب كما يسمى في الرياضة هو التدريب النفسي والذهني للرياضي دائما تكون نفسيته مرتفعة عالية ودائما تكون يكون ذهنه صافي يسمى بصفاء الذهن
بالنسبة للرياضي يفكر بطريقة جميلة، مثلا تكتيك نعبر عنه مثلا في كرة القدم، عندما يرسم المدرب شيء تكتيكي خطة تكتيكية، التعبير عن هذا التكتيك أو ممارسة هذه الخطة والقيام بها داخل أرضية الميدان هو من ناحية نفسية والبدنية أيضا والذهنية يكون موجود حاضر، وإلا فإنه لن يستطيع أن يؤدي مثل هذه المهام المسندة إليه. ولكن عندما يكون محضر نفسيا، نفسيته مرتفعة، ذهنه صافي، يعني يفكر في مثل هذه الأشياء بطريقة عفوية ويؤديها بطريقة جميلة. يعني حان الوقت، ومن خلالكم ومن خلال هذا البرنامج ومن خلال ساعة شباب ومن خلال ما نناقش اليوم، أننا نترك جانبا كل هذه المسببات التي لا تشجع على ممارسة الرياضة، وأن ننطلق في صفحة جديدة، وأن نوعي الناس، نوعي الجماهير، نوعي الآباء، نوعي الشباب الأطفال، يعني بالضرورة وحتمية ممارسة الرياضة، لأنه أمر جميل. أنا أخاف مثلا أن واحد يوصل لخمسين سنة وهو لم يمارس، فهذه فعلا إشكالية كبيرة، ويقول بعد ذلك ليتني رجعت أو كنت طفلا صغيرة وأمارس الرياضة، لأنه ربما الطبيب يكون نصحه قالوا أنت مريض، عندك مرض مثلا مزمن وعليك أن تمارس الرياضة، فيجد نفسه في حتمية أو في إشكالية كبيرة بين التخلص من المرض وممارسة الرياضة التي لم يتعود عليها. نتمنى أن نتخلص من مثل هذه الأشياء. ونحن اليوم في برنامج ساعة شباب حاولنا أن نسلط الضوء على الرياضة، لأننا نعلم بأن الرياضة ليست فقط صحة الجسم وأيضا تقي كما ذكرنا قبل قليل الشاب من الأفات الاجتماعية. لماذا يهتم الشاب بالرياضة يا ترى؟ سؤال طرحته الزميلة أقول إيمان أكسيل على الشباب، لنتابع ماذا قالوا. وادي نمي عقله، نمي الاخ، نمي الجسد تاعو كلش. دونك بروميامون سي بور غاردي لا تاي، اي اون بليس مليحه ثاني للصحه تاع الانسان، وي ميم العقل، ميم الانسان كي يدير سبور صباح قبل ما يروح الخدمه ولا قبل ما يروح يقرا ولا يحس روحو بيان مورالمون وميم فيزيكمون، دونك يبدا لا جورني ديجا بيان اون فورم. يحبوها كاع نورمال كاع الفئات، خاطر تخلي الانسان يحس روحو بيان. الاهتمام ما عادش اهتمام في الرياضه كممارسه، اصبح الشباب الان يهتموا بالرياضه كتشجيع فقط، هذا الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انتقل اهتمام الشباب من الرياضه البدنيه الى الرياضه نسميها رياضه فكريه ولا رياضه ترفيهيه، خاصه مع الفيسبوك، مع الاعلانات، مع خاصه دوكا الطلبه يروحوا الاعلام الرياضي، ما يروحش الرياضه كممارسه في حد ذاتها. نرى الشباب يعني كل اهتماماته منصبه على الرياضه على حساب امور اخرى، وهي يعني مثال امور العلم، يعني نرى كثير من الشباب اهمل امور العلم والامور الاساسيه وجعل تفكيره منصبا على الرياضه خاصه كره القدم. تهتم بالرياضة؟ هذا هو السؤال الذي طرحته الزميلة إيمان أكسيل على الشباب. دعوني أعيد نفس السؤال على الشباب الحاضر معي اليوم بالاستوديو الميكروفون. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. تهتم بالرياضة؟ نعم بيان سور. لماذا تهتم بالرياضة؟ هي في الحقيقة رياضة مليحة للجسم، جيب صحتك وتخطي دعوي الشر تاع برا. جميلة الكلمة الأخيرة، جميلة. نمر إلى شخص آخر، أهلا وسهلا بك أخي. سلام عليكم. نتعرف عليك. لا عبد النار. تمارس الرياضة ترفيه وأيضا قضاء وقت جميل، أم لأنه في الرياضة صحة ورشاقة وأيضا طاقة للجسم؟ هي فيزيو نمارسها على الصحة باش نجوز الوقت خير متريح في الحومة. شكرا جزيلا لك. إذا نواصل دائما في حوارنا اليوم ألا وهو الشباب والرياضة، وأكيد الجانب النفسي تشاركني الرأي سواء جمال أو الأستاذ يحيى، الجانب النفسي يلعب دور كبير في ممارسة الرياضة. الزميلة مريم مزروقي ستحدثنا اليوم عن الشباب والرياضة لكن من جانبها النفسي. نستقبل مريم. مريم بسم الله الرحمن الرحيم.
سميت بمدرسة القوة والتواضع، مفتاح التحمل والصبر، قائمة على احترام الغير والابتعاد عن المغالاة والغرور، حتى قيل عنها أنها أفيون الشعوب. تعمل كنماذج مثلى في تكوين شخصية الطفل كشخصية السوية من خلال تطوير رصيده اللغوي، وذلك من خلال تبادل الآراء والتحاور والتشاور، إضافة إلى تقبل رأي الآخر وإن كان مخالفا لرأيه. فبممارستها تسمح للمخ بإفراز مواد كيميائية مثل مادة الأندورفينز التي تجعل الإنسان يشعر بحالة أفضل. لذلك نجد بأن الأطباء ينصحون بها كثيراً الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، لأنها تعمل على تحسين صورة أجسامهم وترفع من تقديرهم لأنفسهم. اليوم سأكلمكم عن رياضة أو تقنية، اختصاص جديد ليس في الجزائر فقط وإنما في الوطن العربي ككل، دخل الجزائر سنة 2006. هي عبارة عن حركات تعمل على تنشيط الدورة العصبية من خلال تناسق أفضل لعمل الدماغ مع الجسم. ساندرين مارتن هي أحد أعضاء مدرسة البرانجيم الفرنسية، زارت الوطن العربي، كانت أول زيارة لها إلى بلاد الكويت وثاني زيارة كانت للجزائر، ونقلت لنا هذه المبادئ، اسمها الجمباز الدماغي. الشيء المميز في الجمباز الدماغي أنه يمكن ممارسته في أي وقت، في الصباح، في المساء، متى شئت. هي رياضة للذين يقودون السيارات لفترات طويلة، لربة البيت التي تقوم بعدة أعمال وتربي الأطفال. مثلا الآن أنا عندي اجتماع أو عندي برنامج سوف أعده، يكفيك لإقامة تلك الحركات وتبدأ مباشرة. ننصح بها دائما للتخلص من إرهاق العمل طوال اليوم، وشكرا. شكرا جزيلا لك يا مريم، شكرا، نلقاك الأسبوع المقبل إن شاء الله دائما عبر قناة القرآن الكريم. إلى اللقاء. شكرا. شكرا. زميلتنا مريم تحدثت عن شيء جميل وغريب، الجمباز الدماغي. تمارس الجمباز الدماغي جمال؟ طبعا لا. قبل المباريات؟ لا، هو تحضير نفسي في الحقيقة. ولكن الجمباز الدماغي أعتقد أنه شيء جديد، وهو موضوع جديد بالنسبة للرياضيين عامة سنة 2006، يعني أمر جديد. ولكن تحضير نفسي موجود حتى بالنسبة لصحفي أو لأي عامل لأي مهنة نقوم بها. التحضير النفسي مهم جدا، انك ترفع من معنوياتك، يعني تخلي المعنويات مرتفعه، عندك قوه في الحضور، عندك ايضا الذهن تاعك صافي مركز، تركيز عالي. والرياضات القتاليه بالمناسبه هي الرياضات التي تعتمد اساسا على التركيز العالي جدا. فطبعا هذه الامور موجوده بحسب كل واحد كيف يمارسها وكيف يستطيع ان يرفع من معنوياته. تحدثت عن قبول الراي الاخر. الرأي الآخر في الرياضة يقابله قبول الخسارة مثلا. نعم. في أحلك الظروف أو عندما تتوقع أن تفوز وتنهزم عليك أن تقبل بهذه الهزيمة. فعلا. هو الرأي الآخر هو رأي الحكم مثلا الذي عليك أن تتقبل هذا الرأي مهما كان، عليك أن تتقبل. فهذا جوانب إيجابية جدا تعلمناها وأيضا نتعلمها دائما من خلال ممارسة الرياضة. محمد جمال، يعني نسعد أنك معنا اليوم، ولا يمكن أن ننكر بأنك وجه محبوب في التلفزيون الجزائري. هكذا نسرق بعض الأسرار وبعض الذكريات. نعم. لمحمد جمال، مشوارك لحد الآن في التلفزيون كم سنة ما شاء الله؟ تقريبا 15 عاما. ما شاء الله 15 سنة. ذكرى مطلقا لن ينساها محمد جمال طوال هذا المشوار. أم درمان. أم درمان بدون لا، لا أعتقد أن مثل هذه الحادثة وهذه الذكرى لا، يعني أتمنىها أن تقع مرة أخرى ولكن مستبعدة. وكأن الشباب في حسرة اليوم، قالوا أم درمان. لا تفاؤلوا، لازال لا تفاؤل خير، يعني لازال موجود، تفاؤل موجود، هناك خير، ممكن أن تقع مرة ثانية إن شاء الله، ولكن شاء الله. ليس بنفس الحلاوة نعم، ليس بنفس الحلاوة وبنفس الطريقة، بنفس الكلمة سستنس. الكلمة التي قلتها عندما سجل عنتر يحيى الهدف موجودة في أذني الآن.
لو نعيد مقطع صغير من هذه الكلمة رجاء. قولها قولها أنت حليمة رجاء. عندما سجلت الهدف أم في الـ في الـ في الكواليس؟ لا في في آه, آه في الكواليس نعم، في تصريح مقابلة صحفية اللي عن طريق حصرية تلك أصلية نعم، هو كان يتحدث عن تسجيل الهدف. أنا كنت واقفا إلى جانبه في غرفة تبديل الملابس، كان يريد أن يشرح كيف. أنا قلت له أنت كيف، من أين جئت بهذا التسديدة يا أخي كيف؟ قال لي والله العظيم يا أخي يا جمال أنا ما. قلت له رجاء توقف أسنى نجيب الميكرو الكاميرا ونسجله، ماذا تريد أن تقول؟ تقريبا يعني كان هناك شبه اتفاق، ولكن الكلام الذي قاله عنتر فقد خرج صدفة فتم تسجيل تلك الكلمات والمقابلة. جبناها في الأرض، ضربناها في الأرض، حكمها، خليوا الجمهور يقولها، ضربناها في السماء، حكمها، ضربناها، وين شيطان ما حكمهاش، وين شدهاش. تحية للفريق الوطني وإن شاء الله مزيد من الإنجازات. هو محمد جمال كما يكون نبحه إن شاء الله مزيد من الخير على المنتخب الوطني إن شاء الله. إذا حديثنا لازال مستمر عبر قناة القرآن الكريم، لازلنا نتحدث اليوم عن الشباب والرياضة. منذ بداية هذه الحلقة مشاهدين الكرام ونحن نقول بأن الرياضة فوائدها عديدة سواء للجسم أو للروح، لكن لو نتحدث بموضوعية أكثر، هل في الجزائر نحن كوسط وكمجتمع نشجع على الرياضة؟ ما هي المشاكل التي تواجهها الرياضة وما هي الأفاق والحلول في رأي الشباب؟ دعونا نتابع. على كل حال المناخ يعني على حسب الفرد، اذا كان يعني الفرد يحب الرياضه ويحب يمارس الرياضه اكيد يخلق بنفسه الجو اللي يساعده على الرياضه. من هنا شخصيا نمارس الرياضه تقريبا يوميا. موش الرياضه غير الفوت برك، لا لا لا، يعني اللي بالرياضه الشطرنج، سباحة، يعني تنويع يعني الأنواع المختلفة للرياضة، على حتى باش يتمكن الشباب يعني في الحقيقة من إيجاد يعني طريقة باش يتنفس من خلالها. تاوعنا نشوفوا بلي ما كاش أماكن الملاعب ونلعبوا الشباب نصيبهم يلعبوا في الشوارع، ما كاش أماكن مخصصة باه يمارسوا الرياضة، يعني ما كاش إمكانيات اللي تشجع باه يلعبوا الرياضة تاعهم هذه. المناخ هذا تاعنا يشجع الرياضة، وكاين إمكانيات بزاف، راهم كاين إمكانيات، وفروا لنا إمكانيات باش نديروا رياضة، وفروا كما نقول لك لي ستاد، وفروا بزاف لي سبيسال، بزاف لي سبيساليتي تاع الرياضات. في الوقت الحالي هذا عندنا ما كاش مدارس هذه اللي تكون الأطفال في من الصغر تاعهم هكذا باه يتعلموا على الرياضة هذه. دوك الإمكانيات راهم كاينين، وكاين كيما نقول لك بزاف لي سونتر تاع سبورتيف وكاع، بصح كثرة حاجة وشن هي ما يعطوش كيما نقول لك لا بوسيبيليتي الشباب باش يوفروا قدرات تاعهم. كيما نقول لك دوكا المتابعة، دوكا الشاب يتكون من صغره كي يلحق ان سانتان اج ابوندونيوه. كاين عائلات اللي تهتم انه ولا الابناء ديالهم يروحوا للجمعيات ومدارس، هما يبعد يخلوهم في المدارس والجمعيات باش يديروا رياضه، باش يمارسوا رياضه. كاين اللي ما على بالهمش يخلوهم في الشارع يلعبوا ويجروا. لي فامي تاني كيشجعوا الرياضات، ما كنشوفوا لا تيفيزيون، نشوفوا لي زيكسبلوا اللي كما قالوا وزاروا اللاعبين والاخر في الملاعب، شكون نحبوا الاخر نكون ناخذوا بلاصتهم نكونوا معاهم. اكيد العائله اذا كانت تشوف الطفل عنده موهبه في اي رياضه ولا اكيد راح تشجعوا به يمارس الرياضه هذه. تشجيع الأهل على ممارسة الرياضة من أكثر الأمور التي تدفع بالشباب إلى غرس حب الرياضة في نفوسهم وقلوبهم. محمد جمال، يعني أنت في القسم الرياضي بتلفزيون الجزائري أكيد على اطلاع بوضعية الرياضة في الجزائر، ما هي المشاكل التي تواجه الشاب اليوم الذي يطمح أن يمارس رياضة، الذي يحلم أن يجد مرفق أو تأطير مناسب، وأيضا ما هي الحلول والأفاق حتى نصنع اليوم شاب رياضي ناجح؟ والله هذا حلم في الحقيقة، وأتمنى أن يتحقق ذلك بالنسبة للشباب الجزائري. هذا المشروع مشروع مجتمع رياضي بنسبة عالية جدا، على الأقل نرفع في النسبة، يعني ليس فقط 40% و50%، لماذا لا تكون 70% و80%؟ ولكن أعتقد أنه السبب الأول هو في غياب المساحات الآن. نعم للأسف، لأنه الإسمنت غزا المكان والأمكنة والمساحات، وليست هناك مساحات فارغة وشاغرة
لممارسة الرياضة. الآن سمعت إلى قول لأحد المستجوبين يقول على الإنسان أو الشاب أن يخلق هذه الظروف، ولماذا لا تخلق للشباب مثل هذه الظروف؟ يعني من الجانبين، الجانب الأول صحيح والجانب الثاني أيضا صحيح، نخلق ظروف ملائمة مواتية للشباب من أجل أن يمارس الرياضة، للعائلات كي تمارس الرياضة في مكان، يعني للنساء كذلك مثلاً، للبنات في مثلا نعم، للسيدات للنساء يعني في أماكن يعني تليق محترمة نعم، تليق بالسيدات وبالأوانس وما إلى ذلك، يعني للشباب للأطفال لماذا لا للأمهات والأباء لممارسة. علينا الآن من المفروض أنه نشتغل على مثل هذا الموضوع، وهو أمر في الحقيقة يحتاج إلى استراتيجية وسياسة نعم، من أجل أن نطبق هذا الأمر. لا أريد أن الدخول في المشاكل، ولكن ممكن جدا التغلب على هذه المشاكل بإرادة تكون موجودة، نخلق أجواء، نخلق ظروف، نخلق أماكن ومساحات مرافق، ونشجع الناس على ممارسة الرياضة. أعتقد أنه لو تكون هناك مثل هذه الأشياء سنصل إلى مجتمع رياضي رائع جدا، ونتخلص من الكثير من الآفات الاجتماعية الموجودة، وهذا ما نطمح إليه، أن نجعل المجتمع الجزائري مجتمع رياضي بنسبة كبيرة. أستاذ يحيى، يعني ما هي الحلول التي تراها موجودة على أرض الواقع وبإمكان الشاب أن يقوم بها حتى يصنع من نفسه شابا رياضيا ناجحا، سواء في حياته العملية وحتى في صحته الجسمية؟ أنا أقول والله أعلم أن المنطلق يكون في أن نربط بين الرياضة والنجاح في الحياة ككل. نعم، يعني التمرين مليح، لو كان نسأل رياضيين ناجحين هل هو ناجح في حياته، أتسيبي فرضية أنه المنطق يقول أنه الرياضي يكون ناجح، يكون ناجح في حياته، أنه يعني انسجام وتوازن في شخصيته. فلما نحفز الناس نقوله أنه الإنسان لما يمارس الرياضة راح نعدد له المحفزات، نعدد له المحفزات راح يحفزه، يعني ونركز له أنه لما ينجح في ممارسة رياضة معينة، يمارس رياضة راح تكون سبب وأداة للنجاح حتى في المشاريع تاعه، إذا كان طالب ينجح حتى في الدراسة تاعه. ولذلك أنا مدبيا نحيو هذا بعض الأوهام أنه إنسان لو كان يدير رياضة راح يكون على حساب الدراسة، ولا ما كانش منها. يعني الإنسان كيكون منظم الرياضة، العكس الرياضة يعني تفرض عليه انه يكون منظم، عنده ساعه التدريب بينه، عنده ساعه اللعب المقابله بينه مثال، ولا المنازله ولا بينه، فهو اصلا يتدرب على تنظيم الذات، تنظيم الحياه، تنظيم الوقت. فهذه تقديم نماذج ناجحين في الرياضه وناجحين في الحياه في نفس الوقت، هذه أنا يبدو لي هذه أقوى الوسائل لتعديل القناعات. كان حبينا ولا كرهنا كان بزاف قناعات خاطئة وسلبية عن الرياضة ما زالها في مجتمعنا، فقط هي بحاجة أنك تتبدل، تغيريها، تعدليها، وكي تتعدل القناعات ما يوليش المساحات مشكل، الناس بحد ذاتها بذكائها الفطري تسيب الحلول. كاين روح يشوف في غابة بوشاوي في الويكند تشوفي يعني الناس كيفاش تتدرب وكذا، يعني الحلول كاينة، المشكلة في القناعات. ومثلا احنا في التنمية البشرية عندنا بزاف اشياء نستلهمها من عالم الرياضة، مثلا الكوتشينج، اصلا هذا علم قائم بذاته الان، اصله جاي من الكوتش، يعني في البوكس وفي الفوتبال الى اخره. عندك الطاقة، اصلا الطاقة هو موضوع كبير في التنمية البشرية، الرياضة من اهم مصادر الطاقة، على الاقل الطاقة الجسمية، ولكن يقدر يعاون حتى في الطاقة العاطفية والطاقات الاخرى. بما ان الوقت يمر استاذ، يعني ماذا يمكن ان نقول للشباب اليوم عن قيمة الرياضة في حياته، يعني في صحته، في نجاحه، في عمله، في دراسته، في كل هذا الامور؟ انا عندي كلمة نقولها، واحد الفيلسوف فرنسي تلاقيته في ليون منذ اعوام، وقال لي واعطاني واحد السر، قال لي نعطيك سر النجاح في حياتي إذا تحب تنجح. قال لي أي حاجة في الدنيا تحبها، تحب تكون مؤلف كبير مثل شكسبير، تحب، قالها لي هكذا، تحب تكون مثل زيدان، لاعب كبير مثل زيدان، قال لي أوكان بروبليم. قال لي فلسفيين متيقنين باللي ما كان حتى مشكل. قلت له كيفاش؟ قال لي كاين حاجة تضمن لها لي أنا نضمن لك النتيجة، وشنو هي؟ الممارسة والتمرين. أن تتمرن على أن تكون كاتبا مثل، أكتب مسرحيات مثل أكتب 50-100 مرة، قال لي الله أعلم شحال، المهم سيأتي يوم تكون مثل شكسبير. والرياضة وش رايعة فيها؟ هذه هي بدات، هذه أنه تبرمج الإنسان أنه ما ينجحش بدون تمارين. وحتى النجاح أصلا النجاح متدرج، اليوم 800 متر وبعد غدوة 1000 متر، اليوم عندك مقابلة الدور الأول وبعد حتى النهائي، يعني النجاح ما كانش هكذا طفرة واحدة تنجح، لازم يوميا تشتغل باش تنجح.
انا نشوف باللي هذه اروع ما في الرياضه انه تدرب الانسان على الاصرار والعزيمه وان يقاوم الفشل. يقدر يخسر مقابله بس يعاود ينوض. فهذه انت تتخيلي هذا ما يزيد من شخصيه الشاب استاذ. ايوه هذا يعني عندما يخسر ويقاوم ويتمرن يزيد من الشخصيه, يزيد من قوته, يعطيه نضج. نعم. يعطيه نضج, يولي ناضج في الحياه. صحيح. يولي اي عراقيل في الحياه يواجه, خلاص تعلمها من الرياضه, يواجه العراقيل, ما يروحش للتدخين ولا المخدرات, لا ييأس. شايفه؟ وكاين طبعا مهارات اخرى كثيره تنفع في حياته, بعض منها ذكرها الاخ جمال مثل التخطيط والتفاوض والتركيز, مهم جدا. ونقول لك التحكم في الذات خاصه هذه الرياضات القتاليه. صحيح. تعلم الانسان سيلف كنترول, مهم جدا سيلف كنترول في الحياه اللي انا فيها. صحيح. اداره الضغوط, كاين عندك بزاف الضغوط والسرعه والناس ممكن تستفزك, فهو لا يستفز. تصيب عنده يعني شخصية متوازنة وهادئة, ويذهب قدما نحو النجاح. فقط كلمة أخيرة, الرياضي أنا ننصح الرياضيين أنه يكون عندهم رسالة, ما يمارسش الرياضة فقط سبور وخلاص, لازم يديرها شغل رسالة. أنا يعجبني الناس كما يقول لك عندي رسالة, يعني يتكلم على بالك أحيانا الرياضي سيرتو كي تكون عنده سمعة مليحة كي يتكلم الناس تسمع له أكثر من الإمام ربما. فاحنا الأمنية تاعنا يكون جيل جديد في الجزائر تاع الرياضيين ماشي غير يجيب لي ميداي ويجيب لي كوب وفقط ويجيب الأموال للنادي تاعو, حتى أنه يعمل حاجة للمجتمع. نعم. يكون سفير نوايا حسنة, يكون شيء. شكرا هكذا. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ محمد جمال. يعني عشرات من الشباب اليوم يبقى جالس في المقهى من الصباح إلى المساء, يعني سيجارة بعد سيجارة, والسيجارة تقتل في جسم الشباب. في موضوع الرياضة ماذا نقول لهؤلاء الشباب؟ والله للأسف يعني هذه الصورة مؤسفة حقا في حق جيل من الشباب وضحية هذه الآفات, ولكن أعتقد جازما أن الرياضة هي الخلاص الوحيد للشباب كي يكون واعيا ويتمتع بصحة جيدة, يتمتع بديناميكية حيوية, بنفسية راقية ومرتفعة دائما وقوية. أعتقد أن التمرين مثل ما قال الأستاذ هو أمر مهم جدا. مثلا زيدان كان يتدرب على تنفيذ مخالفات 10 مرات في اليوم, بعد ذلك أخذ يتدرب 20 مرة, فإذا به في كل مرتين يسجل من خلال كرة ثابتة. نفس الشيء بالنسبة لبيكام الذي يتدرب بعد نهاية التدريب الرسمي, يتدرب بمفرده حوالي 20 دقيقة وهو يسدد باتجاه المرمى. في المرة الأولى كانت الأمور ليست كما يرام, وبعد ذلك أصبح بيكام من أشهر المنفذين للكرة الثابتة. الرياضة هي الصحة, هي العافية, هي النفسية الراقية, هي الديناميكية الحيوية, لا يمكن أن نعيش بدون رياضة. وبهذا الكلام الجميل نختم هذه الجلسة التي كانت كلها رياضية 100%. شكرا جزيلا لك. شكرا للإعلامي الرياضي محمد جمال على الحضور. شكرا جزيلا لك أيضا الأستاذ يحيى باكيلي مختص في التنمية البشرية. شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الجمهور الحاضر, وشكرا لأبطال رياضة الكوان كيدو. راضون عن الحصة؟ يعني راكم جيتونا باللباس, خايفين تكونوا ماكم راضيين وتسبونا مشاكل في نهاية الحصة. شكرا جزيلا لكم. في الأخير لم يتبقى لي سوى أن أقول وصلتني رسالة اليوم صباحا من تونس الشقيقة, هناك مشاهد لبرنامج ساعة شباب من تونس, نحييه محمد علي بن الطيب من بنزرت بتونس. هذا هو هدف برنامج ساعة شباب مشاهدينا, أن نصل إليكم أنتم. صحيح. الشباب هنا في الجزائر. صحيح. في المغرب الشقيق, في تونس الشقيق, وفي كل الوطن العربي, حتى ننهض بهذه الأمة نحو غد أفضل, نحو إشراقة تعطي للأمة مستقبل, ليرفرف علم الوطن العربي بشبابه المتحد في كل مكان. ألقاكم الأسبوع المقبل, دمتم في رعاية الله وحفظه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.